طلب منا يعني انه فطور اللي مناوبين اول يوم او ثاني يوم برمضان هو بده يرسله سيدنا في مستشفى الملك المؤسس ومستشفى حمزة وللفرق التقصي الوبائي وللمختبر لانه بعرف هذول مداومين. سيدنا يقدر الرجال ويقدر من يقف مع هذا الوطن وولي عهد الامين ايضا كذلك، ونتمنى ان تمر هذه الجائحه بخير وبركه. كل الشكر. انا ملاحظ انه معليك دمعت شوي. يعني هذه اللقطات الانسانيه اللي دائما الاردنيين تميزت معليك في مثل هذه اللقطات، يعني انه الفطور اول يوم رمضان مع الكادر الطبي راح يكون ملكي ان شاء الله، وهذا رساله تقدير لمعالي وزير الصحه والى كل الكادر الصحي الموجود سواء اطباء او ممرضين او مختبرات او حتى بجزء عامل النظافه الموجود في المستشفى بدون شك يطبق عليه. هذا جزء منا ابدا، كلياتنا فريق واحد، ابدا نشتغل مع بعض.